انا عبد الرحيم من مدينه العرائش، كنسكن في التجيريه. كان عندي اخي واحد المشكل مع خوتي، من اجل بانني كنسكن في واحد الوضعيه هشه، بيت واحد كان يعيش فيه، المراه فيه كطيب، فيه كتصبن، فيه البوطه، فيه الخضره، كوزينه، بيت في المسائل كامله. وهادشي هذا كامل انا كان عندي المحل ديالي، انا كندير، كنت بلومبي وكنت خدام مزيان مع راسي، ولكن من اجل واحد الوريقات ديال واحد الوالد ديالي الله يرحمه كان في فرنسا، وكنت جريت انا على ديك الوريقات تقريبا 3 سنين وانا كنجري عليهم. خسرت الفلوس ديالي، خسرت الحانوت ديالي، خسرت الكليان ديالي. من بعد المهم حققت للوالده ديك الماندا، بقات كتشدها، كانوا عطاو واحد الربي ديال الوالد ديالي الله يرحمه. ومن بعد الوالده كانت عطاتني غير شي بركه ديال الفلوس كما عطاتهم هما كاملين، انا نط خسرتهم على الدار، وعطيت منهم للسيد اللي كان كتب لي ديك، كان كنخد كيكتب لي ديك الشكايات تقريبا 3 سنين، ما كان كيعرفني حتى شي واحد، ما كنت كنعطيني حتى شي واحد كان كيساهم معايا في شي حاجه من ديك الفلوس ولا هذه، كنت دايره اما ربح او خساره. صدقت خاسر دابا جوج جهات، خاسر المحل ديالي، خسرت كل شيء، وليت كنخدم غير عشوائيه كيا، غير بالهاتف، مره خدام مره ما خدامش. حصلت معهم تماك، ولاو كيقولوا بان انا ديت لامي الفلوس وشاري الدار عندي فيها 4 ديال الطبقات، عندي كريمات ديال الطاكسي، عندي وكتحرش عليا واحد اختي ولادها حتى في الزنقه كيعيطوا لي والقمار وهادي. ومن داك الشيء عاوتاني ولاو كيهجموا عليا حتى الدار 3 المرات، وما كيهجموا عليا انا شي 3 المرات، وفي هذا الحجر الصحي، وكنت كنبقى في الزنقه انا وولادي، وولادي كانت المراه وجوج وليداتي كيمشيو لعند الجيران، وانا كنبات مع صحابي في الزنقه من اجل خاف من ديك الهجوم، لان عيط لي واحد ولد اختي في التليفون دني بالتهديدات ديال القتل وديال نخطفوا لك ولادك، وغادي الا ما تفاهمتيشي معنا انا ما عنديش شي طريقه باش غادي نتفاهم معهم. انا كنت باغي غادي نتفاهم، ولا هذه راه هي باينه، انا عايش في بيت واحد وحاصل، وما عندي حتى فين نمشي نهائيا، لا باش نكري ولا باش ندير حتى شي حاجه فين نغبر كاع ولادي عليهم، نجيهم غير من هاد المشاكل هذه. شي كيتحققوا كيقولوا منو انا سارق الوالده وداو باش شاري انا الدار وباش هادي، انا راه نحل المشكل لراسي، نمشي انايا كنقول موريوني هاد الدار كاع اللي عندي اللي ديت انا الفلوس للوالده وشريت بها انا الدار، نطيها لكم كاع انايا. انا شو كيفاش حاصل هنا في البيت ومهدد دائما، مع خايف على وليداتي وعلى المراه ديالي. هذا المشكل هو اللي كنطلب انايا، بقيت في الاخر انا كاع اليومين كنطلع نشوف ندبر في شي براكه نمشي نسكن فيها وليداتي وهادي، وكنزبر داك الشيء غالي عليا بزاف، 6 المليون 8 المليون ما عنديش منين نجيبها، وهي كانت حاملة وما كانت كتزير وما كتجبر فين تمشي فين هادي شي، كتبقى بحال ديك العائل المسكين اللي كان في كرشها، كان كيشرب ديك الشيء اللي كانت ملي كتزير بقى كيشرب ديك الشيء من النهار اللي خلق ديك العائل، خلق في الصباح. مشيت انايا قلت لها فين هو العائل، ملي مشيت لعندها السبيطار ملي كتولد قالت لي ودي راه داه الطبيب، خلق في الصباح، فقلت لها فينا هو العايل، قالت لي ودي راه داه الطبيب يعينو، ما عينو ما نعرفش شنو فيها، يعمل له شي بومادا. مشيت عاوتاني وليت جيت عندها في نص النهار، هو جابو، قالت لي باقي ما جابوش. اضطريت باش نطلع نشوف العايل، ملي مشيت نشوفو كنسول ديك الفرمليات، قلت لهم شي عايل خلق في هذا الصباح هنايا، قالت لي واحد الفرمليه راه هو هذا. انا كنجي كنشوف ديك العايل، قلت لها هذا العايل ماشي ولدي، جات هي قالت لي وان الله يخلق ما يشاء، هذا هو العائل اللي خلقوه غير بنيتات المراه ديالك، هذا هو الدكيور اللي خلق. طلعت بحالي انايا في العشيه، انا في الدار كانوا شي عائله ديالها مشاو يزوروها يشوفوها، مشاو يشوفوا ديك العائل جبروها مات. جاو لعندي قالوا لي في ديك 8 ولا 9 دلي، قالوا لي ودي ما تقولها لا شي، راه اش كاين العائله، وهي ديك الساعه باقا في السبيطار. قلت لهم واش قلتوها له؟ قال لي لا، باش ما تمشيش تعقد ولا يوقع لها شي مشكل. عودت انايا في ديك الصباح، مشيت هودو معايا واحد جوج دراري صحابي وخاي، ومشينا جبنا الفقيه وهادي. ملي كنشوف الفقيه حيد له الحوايج عاد كنزبر العايل من البوط ديالو الفوق كامل كحل، ولكن من التحت بيض، يعني شنو كان كيسيب داكشي اللي كان كيشرب من الكرش ديما ملي كتكون مزيره ما كايناش الطوال. كيتهجموا عليا، كيطلعوا لي بالشفاريه ولادي ستيتوين، كيقولوا لي غنديو لك ولادك،
وانا كنت رعض مريضه كيكملوا عليا ما جبرت فين غنمشي، وكان ما جبرتش هاد المراه هادي تكون انا نمشي نعس في الشارع فين غنمشي، والله ما جبرت فين غنمشي. انا دابا كنطلب منكم هاد الشيء هذا يشوفوا كله، اي واحد غيشوفوا. انا ثلاثه د وليداتي ما نجي نولد وما راه غيطلعوا لي بالشفاري كيموتوا لي، كنولدهم كحل. هيداك صبره حمد الله حتى لدابا راه كيطلعوا لي بالشفاري كيقولوا لي تخرجي، وفين غنمشي؟ عقوستي مسكينه راه كيخلعوها حتى هي، راه مريضه كلشي كترعد، الراجل مشي كيمشي برا راه كيبات برا، مجبرت ما ندير ما نجي نولد. هما ما يعرفوا راه نولد، هما كيطلعوا لي بالشفاري كيخلعوني. ثلاثه د العيال راه مشاو لي، جوج الذكوره والعائله بقاو لي جوج، كيقولوا لي نجي نديوهم ونخبعوهم، فين نعرف فين غيديو لي جوج البنيتات؟ انا كنتخلع شي نهار غنصبح ميته، ما نجبرش كل اللي غيجمع لي هادو. ولاد لوستي خطو الراجل كتجي هي ولاده، كنبقى جالسه حتى كنجبر عمرو عليا البيت، كيجيو بالشفاري كيخلعوا لي جوج د وليداتي عندي، ثلاثه ماتوا لي، كيقولوا لي خصك تخرجي البيت وحده، كندير فيه كلشي، كنطيب فيه كنصبن فيه كندير كلشي فيها، كيقولوا لي تخرجي. كيخلعوني انا، كيخلعوا ولادي، كيخلع الراجل راه كيبات برا. هاد الناس انا ما جبرت بلحن غندير معاهم، ما عرفتش، كيقولوا لي تخرجي، جبرت غير مرة انا كنجلس معاها من العيد، انا جالسه معاها. هذيك البيت اللي كان عندي تما رانا خليته، كنمشي في الوحده د الليل في 12 د الليل كنبات، كنوض في السبعه كنجي عند هاد المراه هادي، كناكل معاها كنشرب معاها، زعما الله عمرها سلعه، دارت فيا الخير، ما جبرتش العائله ديالي كيف جبرت هاد المراه هادي. انا كنطلب من المحسنين، كنطلب مهم راه غيعاونوني في هاد الشيء هذا، راني فيه انا، راني غير مع المراه مسكينه، راني هي اللي دخلتني من العيد، راني معاها انا، وكان ما جبرتش العائله ديالي، جبرت هاد المراه هادي جالسه معاها انا وليداتي. دابا ما جبرت بول الحن غندير انا، الله يرحم الوالدين، هادشي اللي كندير.